احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أوراق اعتماد كل من السفير مورينو ياسوناري سفيرا لليابان، والسفير علي بن عيسى سفيرا للمملكة المغربية، والسفير علي ولد أحمد سفيرا لجمهورية مالي، وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت. حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. May I ask your permission to present my credential? استأذنك أن أقدم أوراق اعتمادي. And the letter of recalling my predecessor. وأيضا خطاب استدعاء السفير السابق. Please go. سموكم يا مرحبا، مقدمة سموكم أوراق اعتمادي سفيرا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدى دولة الكويت. أهلا وسهلا. مرحبا، اسمحوا لي أن أقدم لحضراتكم بسموكم أوراق اعتمادي كسفيرا فوق الأرض ومقوض لجمهورية مالي لدى دولة الكويت الحبيبة. أهلا وسهلا. والوفد المرافق لي. أهلا وسهلا. حياك الله. أهلا وسهلا.